والله العظيم بكسر قسم بالله. انت بس قول بنزيما. ما انا ما شفت مباراة بنزيما بنزيما ما عرفت المباراة. يعني شو؟ شو رايك ببنزيما؟ كاكتر. يوفيتش. كاكتر. راح تتراجع عن قرارك. بس. راح تتراجع عن قرارك لانه تعرف انه انه ريال مدريد هو عصب الحياة بالنسبة نعم لك. نعم نعم سوف يتصدر ويحرز الدوري الاسباني مع العودة مع القيادة الدولية الفرنسية تلفيز زيدان. يا رب. شو هذا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ريال مدريد يخسر نقطتين ثمينة أمام خصم متواضع مثل بلد الوليد. ريال مدريد دخل المباراة، زيدان دخل بتشكيلة نوعا ما معروفة عند كل جماهير ريال مدريد، ما بها أي شيء جديد باستثناء خميس رودريغيز اللي هو بحد ذاته أصلا لاعب قديم لريال مدريد. بهاي التشكيلة ما حد ينكر أنه ريال مدريد قدم أداء رائع بالشوط الأول، لكن هذا الأداء ما كان إيجابي بالرغم من أنه سيطر على المباراة بشكل كامل بالطول وبالعرض لكن ما سجل هدف، وهذا الشيء كان ينقص ريال مدريد. بهاي التشكيلة اللي خلاها زيدان ريال مدريد كان مستواه كلش رائع وخرافي. يمكن أي خصم راح يواجه ريال مدريد بهاي التشكيلة راح يواجه صعوبة، وريال مدريد مثل ما تعرفون اسم كبير بعالم كرة القدم، لكن مشكلة هاي التشكيلة عدم القدرة على الاستمرارية، لأن هاي التشكيلة ما تقدر تكمل مباراة كاملة بأداء مستمر. ليش؟ لأنه عندك لاعبين هواية بهذه التشكيلة العمر عدى عليهم، أو لاعبين ممكن يعطوك مباراة ومباراة أخرى ما ينطون. أنا بالرغم من كل شيء أشوف أنه التشكيلة والشوط الأول أبدع في ريال مدريد، لكن عندي بعض النقاط على ريال مدريد بشكل عام. أكو لاعبين ريال مدريد انطاهم فرصة، فرصتين ثلاثة يمكن 20 فرصة وما قدروا يستغلون هذه الفرصة. أكو لاعبين بيهم انطاهم يمكن أكثر من 5 مواسم وما برزوا. جارث بيل مثلا لاعب من 5 مواسم أو 6 مواسم بريال مدريد وإلى الآن ما ثبت نفسه. شو كتير ثبت نفسه هالموسم؟ صعب جدا. خميس رودريغيز بالرغم من أنه لاعب مميز لكن أنا أشوف مستوى ريال مدريد يحتاج لاعبين أفضل من خميس رودريغيز. مارسيلو هو الآخر، أنا أشوفه أفضل ظهير تقريبا بريال مدريد، لكن المشكلة مارسيلو اليوم مو مثل مارسيلو قبل 3 سنين. مارسيلو قبل 3 سنين يمكن يصعد ويرجع يصعد ويرجع ما يهمه كل شيء. اليوم مارسيلو تقدم بالعمر أثر عليه هواية، اللياقة مالته نوعا ما بدأت تقل، ممكن انه يصعد لك بهجمة هجمتين الى الهجوم، لكن من يرجع حتكون صعوبة على ريال مدريد بتغطية مكانه. لهذا انا اشوف ايضا مارسيلو ما راح يقدر يكمل موسم كامل بريال مدريد بهذا الاداء اللي شفناه بالشوط الاول. كل هذا الكلام اللي دا احكيه وتذكروا ريال مدريد قدم شوط اول مميز بهذه التشكيلة، لكن بعض النقاط لازم نذكرها. اللاعب الاخر اللي اشوفه انه ممكن انه يكون لاعب بديل افضل ما يكون اساسي هو اسكو. اسكو ما حد يختلف على ابداعه ونجوميته وطريقة لعبه، لكن اسكو انا اشوفه من يلعب شوط ثاني 20 دقيقة افضل مما يلعب مباراة كاملة. اسكو من اللاعبين اللي اي نادي يتمنى انه وجود هذا اللاعب عنده، لكن بريال مدريد نوعا ما طريقة اللعب تختلف عن طريقة لعب اسكو. لهذا تشوفون اسكو ممكن يقدم لك 20 دقيقة مميزة لكن بنفس الوقت ما تقدر تعتمد عليه بمباراة كاملة، او على الاقل ما تقدر تعتمد عليه ب4 مباريات و5 ينطيك مستوى ثابت. انتهى الشوط الاول، ريال مدريد مسيطر على المباراة وابدع بكل شيء، ماكو اي ملاحظة على اداء اللاعبين باستثناء انه ما قدروا يسجلون، وريال مدريد كان محتاج ان يسجل بالشوط الاول على الاقل هدف، مع العلم انه كان يقدر يسجل هدفين لكن شاءت الأقدار أنه ريال مدريد ما سجل. دخل زيدان للشوط الثاني وسوى بعض التبديلات اللي مثل ما تعرفون الشوط الثاني شوط مدربين، طلع كل من خميس رودريغيز وإسكو، دخل فينيسيوس ويوفيتش، وبالتالي لعب 4 مهاجمين على مود يسجل هدف، وهذا اللي صار بالضبط بالدقيقة 82 ريال مدريد سجل هدف. المشكلة وين؟ المشكلة أنه بلد الوليد بالشوط الثاني بدأ يلعب مو مثل الشوط الأول، يعني عنده صارت هجمات عنده خطورة على المرمى. أنا أشوف بالدقيقة 82 كان على زيدان أن يسحب جارث بيل لاعب من دون فائدة، أسحبه وأخلي لاعب وسط مثل فالفيردي أوازن بين الوسط والدفاع والهجوم، لكن زيدان استمر، والمشكلة أنه دفاع ريال مدريد استمر يريد يسجل الهدف الثاني. بنفس الوقت بلد الوليد بدأ يهاجم بدأ يضغط نوعا ما هجمات مرتدة، وبالدقائق الأخيرة بلد الوليد يسجل هدف التعادل. هدف التعادل لو شوفوه عبارة عن خطأ جماعي من كل الفريق، لكن البعض بدأ يلوم لاعب على حساب آخر. الخطأ بدأ من جارث بيل، رجع الكرة إلى كروس لاعب وسط راد أن يتحكم بالكرة، فشل بالتحكم بالكرة. منها بدأ الخطأ، من فشل بالتحكم بالكرة حاول يصلح لكن هجمة مرتدة كانت سريعة على ريال مدريد. المشكلة وين؟ لاعب الخصم من وصل إلى النص وحاول المدافعين مال النص يغطوا
اجى كارفخال ترك الجهة مالته وبدأ هو يريد يغطي، وهذا كان غلط لا يغتفر من كارفخال أنا أشوفه. وبالتالي المهاجم صار وجه بوجه مع الحارس كورتوا، اللي بصراحة كورتوا غير محظوظ لأنه أغلب الأهداف صارت تجي من جوا رجله، وهذا الشيء اللي يقهر المشجعين والمتابعين، اللي يقهرهم لأنه عندهم حارس يعتبروه أفضل من كورتوا، وهذا الشيء مو يعتبروه، وإنما الأداء مع الحارس البديل نافاس هو أفضل من أداء كورتوا إلى الآن. نافاس حقق بطولات، نافاس سوى كل شيء، نافاس عدة تصديات إلى الآن ما شفناها عند كورتوا. كورتوا بحد ذاته حارس مميز ومبدع، لكن لا تنتظرون أداء من كورتوا مثل الأداء اللي كان يقدمه بأتلتيكو مدريد. أنا على رأيي أنه أي لاعب من أتلتيكو مدريد يطلع ما راح يقدر يقدم الأداء اللي قدمه بأتلتيكو مدريد. كورتوا إذا كان يخطأ 10 أخطاء بأتلتيكو مدريد الدفاع يشيل من عندنا 8 يعني، لكن اليوم أنا أشوف دفاع ريال مدريد نوعا ما سيء، ما نقدر نقول عليه هذا الدفاع يليق بريال مدريد. لهذا تشوفون كورتوا هواي تفوت عليه أهداف ممكن ضعيفة. هدف بلد الوليد يعني ما أشوفه هو الخلل من كورتوا بالضبط، لكن الخلل لأنه فاتت من جوا رجله والعالم شوي قام تركز عليه لأنه أغلب الأهداف تفوت من جوا رجله. بعد أن انتهت المباراة المشجعين والمتابعين والأنصار بدأوا يحجون عن الأخطاء. مثل ما تعرفون الفوز غالبا ما يمحي الأخطاء. المباراة الأولى قدم ريال مدريد مباراة ضعيفة لكن فاز، ما حد يتكلم. اليوم بمجرد أنه ريال مدريد عادل بدأوا المشجعين يتكلمون عن بنزيمة، عن كورتوا وما شابه. أنا من رأيي أشوف رغم من أنه بنزيمة يضيع هواية فرص، لكن بنزيمة بالمجمل من مباراتين مسجل لك هدفين وصانع لك هدف. يعني شنو اللي تريده من مهاجم؟ مهاجم ده يهدف إليك، هل هو المهاجم الوحيد اللي المفروض يهدف؟ المفروض اكو مهاجمين ويا ايضا مهمتهم التسجيل. بنزيما مو هو المهاجم الوحيد اللي المفروض يسجل، المفروض ويا لاعبين يسجلون ايضا. البعض بدا يتكلم عن تحركات بنزيما اللي هي خارج البوكس، هذا الشيء طبيعي ومنطقي لانه زيدان مدخل 4 مهاجمين، دخل يوفيتش مكان ايضا بوكس، فمن الطبيعي انه يشوف بنزيما خارج منطقه الجزاء يساند الوسط على بده يصنع لعب. هذا الشيء انا يعني اشوفه منطقي وما غلط به بنزيما، لكن انه بنزيما ممكن انه التركيز عليه لانه يضيع بعض الفرص، لكن بنفس الوقت مهاجمين ريال مدريد الباقين ما سووا اي شيء، والموضوع كله تركز على بنزيما والحارس. هذا الشيء مو معناه انه بنزيما وكورتوا قدموا اداء رائع، لا، لكن الخطا والاخطاء والتعادل هذا كله يتوزع على الفريق بشكل كامل وحتى على المدرب. بالنهايه انا اشوف انه ريال مدريد صرف 300 الى 350 مليون على لاعبين تعاقدات للمستقبل او تعاقدات احتياطيه. اللاعب الوحيد اللي جابه قد يكون اساسي هو هازارد، وهازارد الاخير انصاب وما كان محظوظ ببدايه الليغا. لحد الان اشوف ريال مدريد يحتاج الى لاعبين وسط ويحتاج مهاجم بدار جارث بيل. هذا كل ما عندي عن لعبة ريال مدريد وبلد الوليد، أشوفكم بحلقة أخرى إن شاء الله، مع السلامة.